يقدم المشاركات وتنطلق الطيارة، الطيارة على المركز الأول لاسم الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، ويضمرها بخيت بن سالم بن عبد الله. هناك نسير مع المركز الأول، نسير مع الانطلاق الأول، نعود إلى المراكز الأولى. يا سلام اللي انطلقت على مقدمة الشوط بينما بدأ التغيير هناك من شعار هجن الرياسة، يتقدم على المركز الأول نيران. نيران من هجن الرياسة تقود هذا المسار، راشد بن محمد بالسم المنصوري يقود هذا المسار، بينما المركز الثاني ثانية المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام. هجن العاصفة تندفع في هذه اللحظات بنوايف، نوايف من هجن العاصفة يقودها في التضمير غياث الهلالي. المركز الثالث هذه الخوارة لاسم الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها سعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد السبوسي. والمركز الرابع رابع المراكز، وهذه تاتي الطيارة لاسم الشيخ خالد بن سلطان القاسمي بخيت بن سالم المسافري، يتولى عملية التضمير. المركز الخامس النخلي تاتي في المركز الخامس، تتقدم لاسم الشيخ حمدان بن لاسم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها علي بن هزيم المسافري هناك من الجانب الآخر. والتواجد في هذه اللحظات من قبل وهايج تعود ملكيتها سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان، يضمرها الصادق بن فضل الأمين على المركز السابع. والمركز الثامن هجن العاصفة تاتي في المركز الثامن، تقدم خيرة ويقودها غياث الهلالي في عملية التضمير. والمركز التاسع هجن الرياسة كذلك مع المجازف المبدع في هذا الصباح دائما وابدا تنطلق. والمركز العاشر ايضا هجن الرياسة، تقدم الشاهينية في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. يا سلام يا سلام يا هذا الشوط الجميل. الله 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 الله، عودي الى المراكز الاولى، عودي الى الانطلاق الاول في هذه اللحظات في هذا الاندفاع. عودي إلى المركز الأول، تسيطر على مقدمة الشوط وتقود هذا المسار نيران. نيران من هجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، يقدم مع الشعار الأحمر مع هذه الانطلاقات والتحديات نوايف تاتي في المركز الثاني من هجن العاصفة، يقودها في التضمير غياث الهلالي على ثاني المراكز. بينما المركز الثالث تاتي في النخلي لاسم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، علي بن هزيم المسافري المكتشف ياتي في هذا الاندفاع والانطلاق. هناك الاسماء بدت التحركات، وصلت مشاهدين العزاء هملوله، هملوله من هجن الرياسه علي بن يميل الوهيبي يتقدم في عمليه التضمير، بينما من الجانب الاخر وهايج تاتي لاسم الشيخ محمد بن ذياب بن سيف ال نهيان والصادق بن فضل الامين، يقدم هذه النوعيه ال 1200 لوحه الاعلان، لوحه الإعلان إعلان في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. نسير مع المركز الأول، نعود إلى مقدمة الشوط، نوايف نوايف غيرت إلى مقدمة الشوط، نوايف من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي تسيطر على المقدمة، تسيطر على المركز الأول، بينما المركز الثاني يتقدم الحمر، يتقدم الخطر، يأتي في هذا الاندفاع وتتقدم هذه ثمينة، ثمينة مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون.
وين يا بن زيتون؟ يا سلام يا سلام يا سلام، هجن الرياسة، الشعار الأحمر المرة السادسة على التوالي، إبداع إبداع إبداع، جميل للغاية في هذا الانطلاق مع المجازف. الله 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 الله، سلهود وثمينة، ثمينة وسلهود، هجن الرياسة مشاهدي العزاء تبدع دائما والمجازف دائما، ياتي بكل ما هو جديد، ياتي بكل ما هو جميل. شكرا يا ابو سعيد، شكرا على هذا التضمير، على هذا الانجاز. من غدا في هذا الصباح خيرة وسلهود والصداوي، وفي هذا الانطلاق وهذه سمينة وزاوي وثمينة والعالمي، وهذه ثمينة تنطلق بالمركز الأول تندفع مع الشعار الأحمر، شعار هجن الرياسة. تهانينا على هذا الفوز، شكرا محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الثاني أيضا من هجن الرياسة، والمركز الثالث اللي وصلت فيه النخلي لاسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والمركز الرابع هملولة من هجن الرياسة. المركز الخامس هملولة لهجن الرياسة. هكذا كانت النتيجة، كان التحدي، كانت الأثارة حاضرة في هذا الصباح وفي هذا الانطلاق العودي إلى التوقيت الزمني. وهذه اللي تقدم الثمينة بهذا الأداء، 7 دقائق 19 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة للمرة السادسة على التوالي، وتهانينا كذلك للمجازف محمد بن عتيجة بن زيتون المهم المبدع دائما في هذه الانطلاقات والتحديات. ناخذ المركز الثاني، وتوقيت مشاهدينا متابعينا الكرام كذلك ثاني المراكز في هذا الإبداع من هجن الرياسة، 7 دقائق و22 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، أيضا التهنية لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري. والمركز الثالث النخلي حلت في المركز الثالث في 7 دقائق 24 ثانية، جزء واحد من الثانية. تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وتهانينا لعلي بن هزيم المسافري. هكذا كانت نتيجة الثلاث المراكز الأولى مصحوبة بالتوقيت الزمني.